حتى لو أقصها هم يسوينا ذعب النفس هم يذبني بالسجن. يريد هذا المسن أن يزيد بتر رجله إلى فوق منطقة الساق. الألم غير مهم، الأهم من ذلك الحصول على راتب شهري. أقصها شيء يعني دكتور، أنا أقصها حتى لو تروح تراجع ما يقصوها، حتى لو تروح لأي طبيب يقول لك أنا شلون أتحمل المسؤولية أقصها. أنت العجز مالك صار لي هنا والله شافاك راح القنقري. لو يعني لو طق روحي منين أجيب؟ مأواه الرصيف صنع هذه الحواجز من القماش ليحظى بالقليل من الخصوصية. راجعتهم أكثر من مرة؟ بالعشرين مرة وعلى الانترنت ومسدودة، هي لا الرعاية مفتوحة ولا العاقة. يعني شغلتي مو على الرعاية، على العاقة لأن معوق. هاي مال أرامل، مال مطلقات، ما عنده راتب يعني كبير بالسن، أنا معوق على العاقة. وبالشارع قاعد؟ وبالشارع. هاي مطار صيف هسه، هاي من قلت لك مي، هاي الأسطولة بالليل علي مسلق مي. أي ما أقدر أطق راسي. ما اقدر اطيخ راسي الواحد. بلكت نقول للدوله واحد ينام هيك نومته بقى على در الكاميرا عليه، يجون يعني اللي يمر سكران يمر يمشوا الغراض ياخذون قراض مالاته، يبقون عرباني ياخذون عكازه من عنده مرات، والله العظيم مرات ياخذون رجله الاصطناعيه. هو مطلق ولديه ابنه شابه تسكن في بيت احد جيرانه الثقات، يخاف ان تتعرض لما يتعرض له يوميا. حج هاي بنتك وين عايفه؟ يم جيراني. ليش؟ استقبلوها جيرانك؟ اي. وليش وقت؟ لما الله يفرجها. صار لك جيد عايش هنا؟ لسنوات. ما حد جاك؟ من الحكومة؟ ايه؟ لا. ما حد. ولا حد كلف نفسه؟ ماكو. هاي هويتي، هاي اشياء جنسية. يقضي معظم يومه يجلس هنا في هذا المقهى. صرف كل ما لديه لتعقيب معاملة الرعاية الاجتماعية. عادة لا يستقبله في الوزارة، والسبب ان بتر ساقه غير مكتمل. هسه حاليا صار عنده عجز. بتر جو الركبة. راجعت الرعاية، الرعاية حولونا على دارة المعين. وبالمعين يقول انت ما مشمول. ليش؟ يقول احنا عندنا تعليمات من وزارة الصحة. من الركبة وجوا من فوق الركبة لي فوق المشيك تسوي لك راتب مال معين. جاب الركبة ما عندنا صلاحية. زين أنا هسه معوق وين أروح؟ يعني شنو هسه تتقعد عند الركبة تقريبا؟ جوا الركبة هم يردون فوق الركبة هنا. شو سوى بهالحالة؟ ها؟ أصلا رجلك يعني؟ إي ما هو هاي يقول لك عندنا تعليمات. يختتم كلامه: هذا الشعب يموت يموت ولم يحيا الوطن. هو أنا معوق مشمول 100%، حتى لو ما مشمول الدولة يعني تذبني خلي تذبني. من يذبوني قلوا العم روح، واني أي دولة تعجبك روح أروح. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.